دار السلطان عالية فيها نخلة ودالية فيها سبعة إيران وفيها طلة شابة أروح تشوف معنا عقار تاع اليوم اللي جابه لكم الوكيل إيموبيلي. الأحباب الغاليين، أحباب الوكيل الإيموبيلي، وين ما كنتوا تشوفونا عودنا ولينا لكم من العاصمة إكزاكت. رانا في البيير ليكيب من هذا المكان المميز، وإكزاكت رانا في سان رافيل في البيير، ولا لاري كابيتان مغني اللي راه معروف في البيير، غني عن تعريف البيير المكان اللي نعرفوها، راهي في بلاصة موفمونتي ليكيب. جبنا لكم عقار ولا أروع ولا أضخم، عقار عملاق يتكون من جزئين، فيه دو فيلا ليكيب. العقار بمساحة تاع 764 متر مربع بعقد ملكية ودفتر عقاري. رانا في شارع سان رافيل ولا كابيتان مغني، هذا الشارع اللي راهو كان ترونكيل، فيه غير الفيلات الراقية كيما رانا نشوفو. العقار راهو قديم شوية، عريق، بنيان القديمة راكم تعرفين، راكم عارفين. على كل حال العقار تاعنا راهو ولا أروع وكبير واسع، شفتوا باللي مساحة تاع 764 متر مربع، معناتها فريمو إنسان يقدر وين يعاود يهيئ هذا العقار ويبني فيه أحسن ترقية عقارية، ولا يبني فيه منزل الأحلام كما حب، في منطقة مميزة قريبة بكامل لي كوموديتي. رانا قريب لي كوزيوم، السفارات قريبة، سفارة كندا، سفارة اليابان، أيضا قريب من المدرسة العليا للقضاء، قريب من المحكمة العليا، من المجلس الإسلامي الأعلى ومجلس الدستوري. على كل حال راهو في كارفور البيير، على بالكم باللي قريبة الكامل البلديات والأحياء، قريبة داير، هي تبع البوز الرعاة، دائرة بوز الرعاة، قريبة البوز الرعاة بن عكنون، ولا تحب طريق ألجي، معنتها قريبة السكالة طقارة، حتى عندها لاكسي الواد قريش الباب الواد. فريمو عقار يستحق الزيارة. ما صورناش لي ديتاي، مي رانا نعطي لكم نظرة شاملة على العقار تاعنا، راهو شوية قديم كيما رانا نشوفو، معنتها واسع وكبير ليكيب. العقار تاعنا متكون من جزئين، عندك الفيلا الاولى اللي راهي ار بلس 2، فيها وسط الدار تحت والفوق عندك البيوت، والفيلا الثانيه اللي راهي ار بلس 1 ايضا فيها وسط الدار. ليكيب رانا نشوفوا انه باربع واجهات، معناتها عندك لي زاكسي، عندك اطلاله من كامل لي كوتي في الفيلا تاعنا. ايضا الكارتي اللي راي فيه، لومبلاسمون اللي راي فيه ولا اروع، كارتي كالم، كارتي فيه غير لي فيلا لي شيك كما شفنا البيار، راي قريبه الكامل لي كوموديتي في هذا المكان المميز اللي راهو سان رافيل او 22 شارع الكابيتان مغني، الابيار، دائره بوز الرعاة، ولايه الجزائر، العاصمه. عقار ولا اروع جابه لكم الوكيل الايموبيلي. انا نوصيكم تتواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو في التعليقات. الوكيل الايموبيلي دائما يجيب لكم جديد. سلام.